سلام جميل وأمن غريب. تستضيف مديرية طول كرم ومحافظة طول كرم هذا اليوم المفروض 8 من المحافظات، بسبب الظروف ستصل 5 من المحافظات هذا اليوم ليتباروا في كرة الطائرة للبنات ضمن خطة نشاطات التربوية لوزارة التربية والتعليم العالي. هذه البطولة مركزية على مستوى الوزارة، سيفرز الفريق الأول من على مستوى محافظات الشمال، ومن ثم الفريق أول على مستوى محافظات الجنوب، وبالتالي ستتم أيضا تصفية أخرى لإفراز الفريق الفائز بالمركز الأول. هذا نشاط ضمن أنشطة عديدة تكون بها وزارة التربية والتعليم العالي في كل عام، إيمانا منها بأهمية النشاطات الرياضية والثقافية في بناء شخصية الطالب والطالبة. حقيقة نحن سعيدين في محافظة طول كرم وفي نادي ثقافي طول كرم بأننا نستضيف أول بطولة مركزية في خلال الفصل الدراسي الثاني. تأتي هذه البطولة ضمن خطة الإدارة العامة للنشاطات الطلابية المركزية، حيث يلتقي فيها منتخبات مديريات التربية والتعليم. اليوم هنا مجموعة وفي الخليل هناك مجموعة أخرى، تقام هاتان المجموعتان في نفس الوقت لنخرج الفائز الأول هنا وهناك ليتقابل في نهاية العام الدراسي في النهائي. هناك أيضا نشاطات رياضية كثير للبنين والبنات، ستستمر هذه اللقاءات في المرحلة القادمة برياضة الجمباز، فالريش الطائرة، فكرة القدم والسلة واليد والسباحة، وحتى هناك أيضا مسابقات لذوي الاحتياجات الخاصة ستكون في نهاية العام. مرة أخرى نحن سعيدين في ثقافة طول كرم، في محافظة طول كرم، في مديرية التربية والتعليم طول كرم بأن نستضيف هذه البطولة، وباسم وزارة التربية والتعليم نشكر مديرية التربية والتعليم وإدارة ثقافة طول كرم على استضافتهم لهذه البطولة، كما نشكر تلفزيون الفجر الجديد الذي دائما يتواجد معنا في هذه البطولات. أتمنى طبعا للجميع بداية موفقة لكل الطالبات المشاركات معنا، بتمنى أنه اليوم نطلع بطالبات متميزات اللي نقدر نرفع فيهم اسم راية فلسطين واسم فلسطين إن شاء الله. هذا يعني ليس بجديد على مديرية التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم أن يكون هناك يعني أنشطة رياضية يشارك فيها فرق من جميع أنحاء الضفة الغربية، ونأمل في المستقبل القريب أن تكون فلسطين كلها بما فيها القدس وقطاع غزة تقوم بتنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية التي هي يعني جزء مهم وأساسي من ضمن فعاليات وأنشطة وزارة التربية والتعليم. اليوم في محافظة طول كرم رغم كل هذه الإجراءات الإسرائيلية ورغم كل العراقيل جاءت جميع الفرق لتشارك في يعني هذا العرس الرياضي، يعني بالتأكيد نحن سعداء جدا ونتمنى أن يكون هناك يعني لعب مميز ومستوى رياضة مميز في فلسطين في كافة مجالات الأنشطة الرياضية، كانت كرة القدم أو الطائرة اليوم أو كل الأنشطة الرياضية التي نمارسها في إطار هذا يعني الاهتمام الرياضي الذي يوليه سيادة الرئيس أبو مازن لقطاع الرياضة بكافة أنشطتها وفعالياتها. استضافة مديرية تربية طول كرم للبطولة المركزية للإناث بكرة الطائرة اليوم في هذه الصالة صارت نادي ثقافة طول كرم مؤشر كبير بنجاح هذه المديرية في تنظيم البطولات واستضافتها، وأيضا لاختيار منتخبات تمثل مديرية التربية والتعليم وأيضا لتكون سفيرة في المحافل الدولية. منتصر العناني، طول كرم اليوم، تلفزيون الفجر الجديد.